سعيدة جدا نكون جزء نكون ضيفة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. طبعا التبرع بالشعر ولو بخصلة شعر من أجل إعداد باروكات سمتهم منظمة حرير بباروكات الأمل للأطفال مرضى السرطان. طبعا أول مرة كتدار فعالية منظمة حرير في المغرب، كتدار في مدينة طنجة وكتدار بشراكة أو يعني بتعاون مع الفنانة لينا أكدور. فكيف ما قلت كاينه رمزية كبيرة في هذه المبادرة لأنها غادي تدعم نفسيا هذه الوليدات، غادي يتم إعداد باروكات أمل غادي ترافقهم في هذه الفترة اللي كيسقط فيها الشعر ديالهم بسبب العلاج الكيماوي اللي هي فترة مؤقتة، ولكن الوليدات خاصة البنيتات غيكونوا كيعيشوها بواحد الألم نفسي، يمكن يكونوا كيتعرضوا للتنمر، يمكن يكونوا يعني ما تقبلوش الشكل ديالهم الجديد. ففي باروكات ديال الشعر الطبيعي وماشي الشعر الاصطناعي غندعموهم نفسيا وغنساندوهم أنهم يتجاوزوا هذه المحنة الصحية وينتصروا في هذه المعركة في انتظار أنهم ينتصروا ويخوضوا معارك أخرى من معارك الحياة بعد الشفاء بإذن الله. فاللي عجبني اليوم خاصة أنه جاءوا عدد كبير من الناس الحمد لله وجابوا معهم وليداتهم بنيتات وحتى وليدات يعني تبرعوا بالشعر ديالهم، وماشي فقط بخصلة. أنا تأثرت من شفت واحد الميتة جاية من العرايش وحدة جات من شفشاون وتبرعوا يعني بأون بارتي كبيرة من الشعر ديالهم وباش يسخاو البنيتات بشعرهم، وأنا عندي بنيتات داير خاصني نجيبهم غدا باش يسخاو يعني بأون بارتي من شعرهم. فكيبين بأنه الحمد لله كحدث نجحنا فأننا ندوزوا لو ميساج وفأن هاد الوليدات يفهموا بأنهم كيتضامنوا مع وليدات وحدين أخرين كيعيشوا واحد المحنة وأنهم كيتكافلوا معاهم وما كيعرفوهمش لأن هاد البيروك ما غاديش يعرفوا شكون اللي غادي يستعملها. فمهم أننا نإنيسيو وليداتنا للخير ونإنيسيوهم للعطاء. داكشي علاش قلت لكم أنا بالنسبة لي هاد ليفينمون فيه الكثير من القيم الإيجابية النبيلة. نتمنى أن الساكنة ديال مدينة طنجة تتجاوب معاه بشكل أكبر. باقي النهار ديال غدا نتمنى أنه ننسجوا على المنوال في عدد من المدن المغربية، وغيجي شي واحد غادي يقول لي وانا متفقه معاه بان الوليدات السرطان محتاجين الولوج للعلاج، مجانيه العلاج، مستشفيات القرب. صحيح جدا هذه مسؤوليه الدوله، مسؤوليه حكوميه، ولكن مسؤوليتنا كافراد وكفعاليات جمعويه. هذا النوع من المبادرات كاين اللي كيدي لهاد الوليدات الهدايا وكيزورهم، كاين اللي كيمشي يدير لهم حصص ديال الترفيه، كاين اللي كيخلي العيد في داره وكيمشي لعندهم. هذه وحده من المبادرات ايضا اللي مهمه وعندها قيمه كبيره وخصنا نانيسيو وليداتنا ليها كيف ما وليد
سيدات ضحايا السرطان ومرضى السرطان محتاجين انهم ياخذوا باروكات شعر طبيعي في واحد المرحله، فحتى وليداتنا محتاجين لهذه البادره الانسانيه باش ننميو عندهم قيم العطاء والتكافل والتضامن. فانا سعيده جدا وهنيئه لكاع الاسر اللي وليداتها خداو المبادره وقطعوا من شعرهم باش يعطيو لهاد الوليدات. صراحة أنا كيعجبني نعمل هادشي هذا بزاف، كنبغي أنني نوصل الصوت ديال الأطفال للناس. كما كتعرف أنا كنت ديجا تطرقت لواحد الموضوع اللي هو أطفال متخلى عنهم، وهاد المرة هادي تطرقت لموضوع ديال أطفال مرضى السرطان الله يشافيهم يا ربي. فأنا كنبغي نوصل الصوت ديالهم بزاف ديال الناس، حيت ماشي بزاف ديال الناس كيعرفوا على هاد المرض هذا، ماشي بزاف ديال الناس كيعرفوا بلي أن ما كيعرفوش كيفاش يساعدوهم، كيسمعوهم ولكن ما كيعرفوش كيفاش يساعدوهم. فعليها انا اتفقت مع منظمه حالين باش اننا نعملوا هذه المبادره هذه باش اننا نساعدوا بها هاد الاطفال. صراحه ما كنتش خايفه، بالعكس كنت فرحانه حيت انني غادي نتبرع لهم والشعر ديالي غادي يكون جزء من الباروكات اللي غادي يتعدلوا لهم وغادي يتهديوا لهم مجانا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.